السلام عليكم. فيديو جديد ان شاء الله اليوم معكم نحضر به ومعكم واحد الفطائر تركية كتجي رائعة ممتازة وجميلة جدا. نبداو على بركة الله بالدقيق، كنعملو الدقيق عادي، الخميرة ديال الخبز عادية، قليلة من الملح وواحد القليل من السكر بالإضافة إلى الماء. كنحاولو نعجنو ديك العجينة مزيان ديالنا، نحاولو ندلكوها جيدا، حاولوا تدلكوا العجينه مزيان باش تجي النتيجه ممتازه ان شاء الله. من بعد ما كنجمعوا العجين ديالنا وكندلكوها، كنخليوها ترتاح واحد المده حتى تخمر العجينه ديالنا. ملي كتخمر هذيك العجينه ديالنا، كنحاولوا نقطعوها قطع صغيره عباره عن كويرات. ومرحبا بكم مره اخرى معنا في هذه السلسله الرمضانيه اللي اعتدنا نقدموها معكم يوميا ان شاء الله طيلة شهر رمضان ان شاء الله. كما لاحظتوا العجينه ديالنا هي كتسلك، ناكلوها مزيان، كنخليوها ترتاح مره اخرى. ملي نخليو هذا العجين ديالنا ترتاح كما سبق لي الذكر، نحاولوا نقطعوها واحد الكويرات صغارين، نمشيو على العجين ديالنا كامل بهذه الطريقه هذه حتى نوجدوا الكويرات ديالنا كاملين كما لاحظتوا. كنشكركم شكرا جزيلا مره اخرى على الحضور وعلى المتابعه ديالكم لينا، مشكورين مرة أخرى. ونتمنوا الإخوان يدخلوا يشتركوا معنا، يفعلوا الجرس عفوا مرة أخرى باش يوصلهم كل جديد منا. ونتمنوكم ما تنسوناش من اللايكات، وتحاولوا تبارطاجيونا إذا كان ممكن، وتشاركوا لنا هاد الفيديوهات ديالنا مع الأصدقاء ديالكم عبر مواقع التواصل ديالكم إذا أمكن، فضلا لا أمرا بطبيعة الحال، حتى تعم الفائدة لجميع الإخوان والأخوات اللي كيشاهدونا وكيتواصلوا معنا. كما لاحظتوا كورنا العجين ديالنا، درنا واحد الكويرات صغارين حتى نساليو العجين ديالنا كامل بهذه الطريقه ان شاء الله. من بعد ما كنكوروا هذا العجين، كنحاولوا نطلقوا نخليهم مره اخرى يرتاحوا واحد الشيء قليل، وكننجدوا الحشوه ديالنا ان شاء الله اللي نعملوها داخل هذه الفطائر التركيه اللي هي خضر متنوعه، كل واحد وحسب الاختيارات ديالو. معروفة، قليل من الدجاج، فلفل أحمر، فلفل أخضر، كل واحد وشنو يوجد. كنجيبو المقلة ديالنا، كنعملو فيها الزيت كذلك، قليل من الملح والزبدة من طبيعة الحال، وقليل من الصوجة كذلك. كنعملو ديك الخضر ديالنا بعد ما يسخن الزيت وقليل من الابزار العطريه كذلك، كندير واحد شيء قليل، ننزلهم على النار بعد ما يسخن الزيت بطبيعه الحال. ننزلو ديك الخضر ديالنا كامله، نخليوها تقلى مزيان في ديك المقله باش تعطي ديك النكهه الخاصه اللي كتعطى كل ما تطبخ الاكل ديالنا جيدا. وبطبيعه الحال دائما كنركز على النار، النار تكون هادئه، تكون قليله، ما تكونش مجهدة باش يطيب داك الحشوة ديالنا طيب جيدا، وتعطي تمزج ديك المكونات كاملة، تحاول تمزج فيما بينها. كما كتلاحظوا عملنا الخضر ديالنا، نحركو شيئا قليلا بهذه الطريقة، ضفنا لها شوية ديال الطماطم محكوكة من طبيعة الحال باش تزيدها واحد النكهة وواحد المذاق، المطيشة شوية الطماطم عفوا فيها داك المذاق ديالها. كندوزو العجين ديالنا بعد ما ارتاح، كان نوجدوها بهذه الطريقه هذه، يعني كنفتحوا العجين ديالنا كامل وكنطويها على اربع طيات، وكنخليوها مره اخرى ترتاح واحد الشيء قليل، غير واحد الوقيته قصيره. كما لاحظتوا هكا انا نديروا معكم واحد الاولى، نزيدوا معكم الثانيه كذلك. قليل من الزيت وكندلكو بيدين عاديا، كنطويو بهذه الطريقه هذه، طوي هذا الاتجاه، نضيفو شويه قليل من الزيت كذلك، نطويو في الاتجاه الاخر حتى تكون لنا على اربع بحال البريه. كنزلوهم بحال هكا، كنمشيو على العجين ديالنا كامل، داك العجين ديالنا اللي منزل، نخليوه يرتاح مره اخرى. كما لاحظتوها هما منزلين، كيجيو ممتازين ان شاء الله. نتمنوا انكم تجربوهم، واكيد غتكون النتيجه جميله، وحاولوا تتبعوا الطريقه كما هي. نضيف معكم الثانية كذلك على بركة الله. نحاولوا نفتحوها كاملة هكا وبقليل من الزيت، وحنا كندلكو بيدينا حتى كتجبد مزيان، وكنطويوها على أربع طيات مرة أخرى. كل ما كنحاولوا نفتحوا العجين، كنضيفوا القليل من الزيت باش كتبقى متماسكة وكتجي جميلة وكتجي هشيشة كذلك. حنا نعاودو معكم المرة الثانية، كنطويو هذه كذلك على أربع طيات.
وكنشكركم شكرا جزيلا مرة أخرى على التواصل، على المشاهدة، التعليقات ديالكم كتهمنا، والتعليقات ديالكم مرة أخرى كتسعدنا وكتجعلنا نبحث دائما على الجديد حتى نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. هادشي اللي كنتمناه من الله تعالى وتبارك، ما نكونوا عند حسن جميع الإخوان والأخوات اللي كيشاهدونا، والإخوان اللي مشترك معنا، والإخوان الغير مشتركين اللي كيتواصلوا معنا فقط بالمشاهدة، مشكورين كذلك مرة أخرى. نبداو إن شاء الله دابا بعد ما وجدنا العجين ديالنا نجيبوها، كنزلوا الحشوة ديالنا اللي كتكون طبيعة الحال دازت في المقلة هكا، كنحاولوا دابا نعمروا العجين ديالنا، هذاك العجين كامل اللي كنمزل نعمروه، كنطويوه بهذه الطريقة اللي لاحظتوا، نشدوا الاتجاه لهذا القنش ونطوي الاتجاه الآخر، الاتجاه الآخر الثالث والرابع، كنشكلوا واحد البرية عبارة عن بحال البرية، كتجي كتكون الحشوة الداخل ديالها كتجي ممتازة. نمشيو ونحاولوا نضيفوا لها واحد الزواق، كل واحد حسب الذوق ديالو، كل واحد وحسب الاختيارات ديالو، كنجمعوا هذا العجين بحال البرية حتى كنساليو الحشوة ديالنا كاملة إن شاء الله. كما لاحظتم لو الفيديو طويل نوعا ما، ولكن باش تكون الاستفادة أكثر، واش أي إنسان ولا أي واحد بغى يعدل هاد الفطائر التركية صراحة اللي كتجي ممتازة وكتجي جميلة، وفيها واحد المكونات بسيطة، ما كاينش مكونات كثيرة، مكونات بسيطة عادية موجودة في كل بيت، هادشي اللي كنخدموا عليه، وهادشي اللي دائما كنبحثوا عليه، باش المكونات تكون موجودة في أي بيت، ما تكونش أي صعوبات باش الإنسان يحاول يوجدها في أقرب وقت وتكونش مكلفة. هكا نعاودو نزيدو معكم الثانية، البريوة الثانية، نعمل الحشوة وكنطويوها على شكل برية، على شكل برية، كنمشيو القناة ديالها بربعة، كنطويو الأول ندوزو للثاني والثالث في الرابع، كنديرو واحد الزواقة على حسب اختيار ديالكم. لاحظتو هكا الآن الحشوة ديالنا وجدت كاملة، العجين ديالنا تكون، ها هو وجدناه، درناه في واحد الإناء ديالنا اللي غندخلوه بطبيعة الحال الفرن، بعد ما نضيفوا له قليل من البيض، نحاولوا ندهنوا ديك البريوات ديالنا كاملين، ندهنوهم بالبيض باش كيعطيو واحد اللون جميل، وكيعطيو واحد اللون أحمر كيثير انتباه وكيفتح الشهية، وأكيد هو شهي لأنه فيه مكونات عادية، مكونات جميلة، فيها جميع الفيتامينات بطبيعة الحال، أن الخضر فيها فوائد جميلة وفوائد مهمة كيحتاج جسم الإنسان ضروري طبيعة الحال، خصنا دائما نختار المواد ولا الخضر اللي فيها فوائد مهمة، وطبيعة الحال تقريبا غالبية الخضر تحتوي على واحد الفيتامينات ممتازة وجميلة اللي يحتاجها مرة أخرى جسم الإنسان. احنا دوزناهم البيض، دهناهم كاملا، دخلناهم للفرن، بعد ما دخلناهم للفرن لاحظتوا خرجوا جو ممتازين، منفوخين، هشاشين، أيوة جميلين جدا. نتمنى منكم تجربوا هاد الفطائر التركية اللي هي صراحة فطائر جميلة وجميلة جدا. تحية طيبة وشكرا جزيلا للحضور ديالكم، على التواصل ديالكم معنا مرة أخرى، تحية طيبة وإلى اللقاء.